اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج في اي بي. الضيفه ديال حلقه اليوم هي الفنانه مهيفا. مرحبا بك. مرحبا رشيد، كيفك؟ لاباس لاباس. واش تقدري تعرفينا براسك اكثر؟ وجهك قاصح والله الا وجهك قاصح. لا انا شو عملت؟ حيت انتي الفنانه الوحيده اللي كتخاصم العيالات مع رجالاتهم. لا 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 لا، المشكل مو تبعي رشيد، الكل عارف هذا الشيء. ايوا شنو السبب؟ جمالي بيان سور. ياه، ايوا شنو السر في الجمال ديالك؟ انا عملت بنصيحة الفنانة زينة الدوديجة واخذت الساك تبع الميك اب، بتجنب هالغنية يعطيني ساكي بغل ماكي. ايوا شنو كاين في داك الساك؟ وهالساك فيه شوية بوتوكس على شوية سيليكون، 200 جرام احمر شفاف، 600 جرام صباغة من النوع الممتاز، ماسكارا، بودرة، شوية اسمنت وشوية رمل. اي، عندك البناء العشوائي. شو عشوائي؟ هذا جمال طبيعي. طبيعي؟ نحلف عليك إلا حيدتي داك الحريرة اللي في وجهك بديت تغلطي مع الجلال والدربنة. شو مهضوم أنت؟ راه أنت اللي باقي ما تهضمتيش ليا. بكفي بقى، ضحكني كتير، الله يعطيك العافية. يعطيني العافية؟ ما احنا على فارق اختيش قربنا لشي عافية. قولي لي يا مهيفا، شناهي الأغنية اللي شهرتك بزاف؟ واو، ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. بوس الواوا؟ ومين الواوا يصح هكا؟ الدواء اللي في الفارماسيان اش نديرو بيه؟ دمك خفيف. تنتي قولي بغيت نزولك علاش كتلبسي غير شويه الحوايج؟ بشتري كثير ميك اب وما بيفضل عندي مصاري مشان اشتري هدوم. الله يخرج هاد الحلقه على خير وصافي. اشي اش كدير هنا الصقع؟ شو مين عم بيصرخ؟ ناري المدام دبرت لي هذا الحوار مع كل شيء الا ميك اب. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج في اي بي. الضيفه ديال حلقه اليوم هي الفنانه مهيفا. مرحبا بك. مرحبا رشيد، كيفك؟ لاباس لاباس. واش تقدري تعرفينا براسك اكثر؟ وجهك قاصح والله الا وجهك قاصح. لا انا شو عملت؟ حيت انت الفنانه الوحيده اللي كتخاصم العيالات مع رجالاتهم. لا لا لا، المشكل مو تبعي رشيد، الكل عارف هذا الشيء. ايوا شنو السبب؟ جمالي بيان سور. ياه، ايوا شنو السر في الجمال ديالك؟ انا عملت بنصيحة الفنانة زينة الدوديجة واخذت الساك تبع الميك اب، بتجنب هالغنية يعطيني ساكي بغل ماكي. ايوا شنو كاين في داك الساك؟ وهالساك فيه شوية بوتوكس على شوية سيليكون، 200 جرام احمر شفاف، 600 جرام صباغة من النوع الممتاز، ماسكارا، بودرة، شوية اسمنت وشوية رمل. اي، عندك البناء العشوائي. شو عشوائي؟ هذا جمال طبيعي. طبيعي؟ نحلف عليك إلا حيدتي داك الحريرة اللي في وجهك بديت تغلطي مع الجلال والدربنة. شو مهضوم أنت؟ راه أنت اللي باقي ما تهضمتيش ليا. بكفي بقى، ضحكني كتير، الله يعطيك العافية. يعطيني العافية؟ ما احنا على فارق اختيش قربنا لشي عافية. قولي لي يا مهيفا، شناهي الأغنية اللي شهرتك بزاف؟ واو، ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. بوس الواوا؟ ومين الواوا يصح هكا؟ الدواء اللي في الفارماسيان اش نديرو بيه؟ دمك خفيف. تنتي قولي بغيت نزولك علاش كتلبسي غير شويه الحوايج؟ بشتري كثير ميك اب وما بيفضل عندي مصاري مشان اشتري هدوم. الله يخرج هاد الحلقه على خير وصافي. اشي اش كدير هنا الصقع؟ شو مين عم بيصرخ؟ ناري المدام دبرت لي هذا الحوار مع كل شيء الا ميك اب.